هاد الوليد هذا كان عندي في قطر لمدة 11 شهر، وقال لي ابا الله يعطيك السر انا غادي نهبط للمغرب غادي نشوف العائلة ونشوف خويا ونشوف الوالدة. كان كيصيفط لهم ميساجات وهادي، قال لك غنهبط نشوفهم الله يرحم الوالدين. قلت له واخا، قطعت له الطيارة، جا مسكين بحالو هنايا. السيمانة الأولى السيمانة الثانية هاد الشيء عيطوا لي انا مع جوي النهار ديال 3 مع 10 ديال الليل، عيطوا عليا ولد اختي قال لي ضروري تعيط عليا. وليت عيطت على اختي قلت لها شنو كاين، قالت لي الوليد راه كوما. ما علاش؟ قالت لي ما شي دونتيست ما دونتيست ما هذا، ودابا شنو معمول؟ قالت لي المهم خاصك تجي. النهار ديال الاربعاء في الصباح خديت الاجراءات الشركه، قطعت الطياره، صبحت هنا النهار ديال الخميس في الصباح مع جوي 6 الصباح، ركبت من المطار محمد الخامس جيت لفاس ديريكت عند الدكتور. قال لك اسيدي هذا الدريري هذا الولد ديالك راه جابوه لي كوما ميت كوما، دخلناه درنا له الانعاش 24 ساعه، درنا له الراديو الكبير بيلوم بان المخ ديالو كان غيطرطق حيت تنفخ من جهه العنق، والعنقره ديالو من هنا والراس تنفخ. قال لك هذا خاصو عمليه ضروري، ودرنا له العمليه ب 3 مليون و 400. بقى هكاك اليوم غادي يحل عينيه، غدا يحل عينيه، بعدا يحل عينيه. قال لي هذا راه عنده 90% ديال الحياه ديال الموت و10% ديال الحياه، ولكن اون ديكاب. كيفاش؟ قال لك اون ديكاب، ما الا ما درتيلوش حتى شي حاجه ما غيديرهاش. باه وامو وشي واحد عندهم اشنو كاين؟ السلام عليكم. السلام، انا الدكتور. يا سيدي شنو بغيتي؟ قال لك حقا نتفاهموا، نعطيك اللي بغيتي ويلا معايا لاسورانس. دابا راني ديكلاريت لاسورانس وما تابعنيش انا. كيفاش اصاحبي انت درتي لي الولد، درتي له حاله؟ شنو صاحبي ضربتي له؟ واش ضربتي له شي سم ولا ضربتي له شي شوكه بالهواء ولا شنو درتي له انت صح؟ قال لي لا راه غير خطا. وراني قلت له راك قلتي للمدام ديالي بان بستي لها راسها وقلت لها درتي لها خطا كبير. قال لي ايه، ولكن انا دابا انا راني بحال ولدك وهذا وهذاك مشى وانا راه حكا. قلت له اسمع نقول لك واحد جوج ما تهضرش معايا انا، تعيطوا لنا البوليس، محكمه بيني وبينك. اللياقه ديالو كانت مزيانه، اللياقه مزيانه، ما عنده ما تيتشكى من والو. واش الولد تيلعب تيدير السباحه وتيدير الكره؟ راه عندي الشهاده ديال الكره، 5 سنين هو كيتريني في كره مع جمعيه سيس، ومن تما كنت غادي ديته لقطر باش غادي انا صيفطو غير باش يجيب ديتا الوراق ديال باش يدخل للجيش. ولد 100% الطبيب دار له شي حاجه، اما ضرب له الشوكه ديال البنج بالهواء، واما ضرب له شي سم ولا شي حاجه بيريمي، وما عرفش فين يضربها، مشات للعرق قتل له المخ ديالو. وانا تنطالب الشعب المغربي يوقف معايا، ما خصني فلوس اخويا، ما خصني لا لاسورانس والو، خصني اخويا غير هذا السيد يحيد من المهام ديالو. راه دابا تندوز من تما تلقى الكابيني ديالو محلوله. اش من قانون اصاحبي، اش من قانون هذا؟ صافي الولد يتعتقل ولا شوف شنو يديروا له. راه انا ضيعني في شاب صاحبي كنت كنشوف فيه الحياه ديالي، شاب من الشباب انا ما نقدرش نخرج باش ما نشوفش الدراري صحابو، ضيعني. اللهم تعالى يضيعو، اللهم تعالى يضيعو. انا كنطلب غير يشوف من جلاله الملك يوقف معايا يشوف غير هاد السيد هذا يحيدو من المهام ديالو وصافي. ما خصني انا لا لاسورانس ولا والو. كون قال لي ولدي مشي نسعى عليه ما عنديش مشكل، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما عندي ما نقول، انا ما بقى لي ما نقول، ما فهمتش. الله يجازيك بخير اخويا. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.